ننتقل مباشرة لختام الجولة من الصيحة، ومنها نطالع اتحاد الصحفيين يناهض قرار الحل بوقفة احتجاجية اليوم. أعلن الاتحاد العام للصحفيين بدء خطوات لمناهضة قرار حل الاتحاد ومصادرة داره بوقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الاتحاد بشارع الجمهورية في المقرن الساعة 11 صباحا. الأمين العام لاتحاد الصحفيين قال إن خطوته تأتي لجهة أنه لا سلطة للحكومة على اتحاد منتخب، وأن الصحافة ليست جريمة، وأن الاعتداء على الصحافة اعتداء على الحرية، وجزم بأنه لا مساومة على حرية. وحوت شعارات الوقفة الاحتجاجية التي أعلن عنها اتحاد الصحفيين السودانيين: لن أترك حقي، لن أتخلى عن داري. هل تتوقع النجاح لهذه الوقفة أستاذ حيدر؟ والله يا أخي ننتظر لنرى، يعني من 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 أي ناحية، يعني من ناحية حشد أم من ناحية قوة المنطق وقوة الحجة. أنا لا أعتقد أن هنالك هي لن تنجح، لأنه يعني ليست هنالك حجة قوية من وراء أهداف هذه الوقفة. يعني لكن على كل حال من حقهم أن يقيموا مثل هذه الوقفات السياسية مناهضة للقرار. هل تتفق مع هذه الوقفة؟ نعم، مناهضة للقرار يعني. لا، أنا يعني أتفق مع، يعني أعتقد أنه يعني كل فرد يمنح حقه كاملا في التعبير عن رأيه أيا كان موقفي من هذا الرأي أو من هذه الوقفة. فحقيقة من حقهم أن يقيموا ما شاءوا من الوقفات الاحتجاجية ومن المطالبات السلمية بما يشاءون حسب تقديراتهم وحسب رأيهم يعني. وهذا ما لم يكن متاحا في السابق. يعني الصحافة تحديدا، الصحافة تعرضت لتغول كبير جدا، وتعرضت لتخريب واسع جدا، ومصادرات واعتقالات وإيقاف عن الكتابة، لكن لم يكن هنالك وجود واضح لقيادات الاتحاد الحالي الذين يعني الآن ينظمون الوقفات للاحتجاج على قرار حل الاتحادات والنقابات. فأعتقد أنه نعم صحيح من حقهم، لكن ليس هنالك منطق قوي أو حجة قوية في أن يعترضوا على الذي جرى. وفاقد الشيء لا يعطيه، هم حقيقة يعني كانوا على النقيض من هذا الذي يطالبون به الآن. وأعتقد أنه وجب عليهم أن يكون فيما حدث لهم عظة وعبرة لتصحيح مسارهم، وليس للمضي في مكابرة كهذه يعني. نعم، هل تعتقد أن يعني في رأيك هل يمتلك اتحاد الصحفيين رصيد الأخلاق الكافي للدفاع عن الحريات؟ كما قلت لك عديد جدا من الأمثلة، والأضابير تشهد والأراشيف تشهد ما تعرضت له الصحافة من إذلال وتخريب وقهر وكتم للحريات دون أن يكون وإيقاف لعدد من الصحفيين عن ممارسة العمل وعن الكتابة، دون أن يكون لاتحاد الصحفيين أي دور واضح أو ملموس في مقاومة ومناهضة مثل هذه الممارسات المسيئة جدا للصحافة. بل بالعكس، كانت الصحف التي تتعرض، بعضها قليل منها يعني تتعرض لما هذا، تنظم وقفات احتجاجية دون أن تجد أي سند من هذا الاتحاد. فلا أعتقد أنه من الناحية الأخلاقية يعني يملكون أي رصيد للحديث عن 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 تنظيم وقفات احتجاجية هم لم يكونوا قد مارسوها أو نظموها من قبل. نعم، وهم على قيادة الاتحاد الصحفيين. نعم، الاتحاد يرى أنه منتخب من الصحفيين، ولا يمكن للحكومة أن تتدخل بأي قرار كان، وإذا حدث ذلك ربما يقابل ذلك برفض دولي وإقليمي. يعني أم أن دول الإقليم وهذا الرفض الدولي والإقليمي لن يحدث من باب أنها تراقب ما يجري في السودان وستتفهم طبيعة هذه التغييرات؟ طيب كويس، دعني أنا أقول لك، أنا في رأيي الشخصي أنا لست مع القرار الحكومي الذي قضى بمصادرة حل هذه الاتحادات والنقابات ومصادرة دورها وأملاكها وهكذا إلى آخره. أنا بالنسبة لي أعتقد أن الإجراء الصحيح هو أن يتم عزل والإطاحة بهذه الاتحادات والنقابات عبر الجمعيات العمومية بجمع توقيعات من عضوية الجمعية العمومية تسمح لها بعقد الجمعية العمومية وإعلان حل هذه الاتحادات والنقابات. لكن
هذه المسألة. بالنسبة لاتحاد الصحفيين تحديدا يعني تتنفها بعض الصعوبات. مثلا اتحاد الصحفيين ما هي الجمعية العمومية لاتحاد الصحفيين؟ الحقيقة أن سجل الصحفيين يحتشد بأعداد كبيرة جدا من ليس لهم أي علاقة بالعمل الصحفي والإعلام، تجار في السوق، موظفين يشغلون وظائف أخرى لا علاقة لها، ضباط في الأمن، ضباط في الجيش، كمية أعداد هائلة جدا منحوا عضوية اتحاد الصحفيين واحتشد السجل بهم. لهذا يعني من العسير ما لم يتم تنقيح هذا السجل وتحديد الصحفيين الحقيقيين العاملين الذين يمارسون المهنة، يصعب تحديد الجمعية العمومية لاتحاد الصحفيين. لهذا أرى، رغم أن رأيي أن مسألة حل هذه الاتحادات كان يفترض أن يتم بالإجراء الطبيعي والمعروف، لكن في اتحاد الصحفيين تحديدا هذه المسألة تصعب جدا جدا الذي ذكرته من انفلات هذه العضوية الذي قد كانوا يمنحون عضوية الاتحاد وبطاقة الاتحاد لكل من هب ودب، وهذا رصيدهم الذي ربما يعني يعتمدون عليه، وربما بنوا هذا الرصيد يعني تحسبا لمثل هذه اللحظات. يعني أخيرا وعلى عجلة، يعني ما الذي يمكن أن تقوم به النقابات والذي ينبغي أن تقوم به؟ أي نقابات الآن الموجودة الجاري حلها أم أي نقابات يعني؟ نعم، لكن أعتقد أنه العمل النقابي واضح ومعروف، يعني العمل النقابي على خلاف ما كان جاري في الفترة الماضية، نقابات المنشئة التي كانت واتحاد نقابات عمال السودان التي كانت مجيرة تماما لصالح النظام وكانت مؤدلجة تماما لخدمة النظام أصلا يعني، ولخدمة النظام من ناحية ولتحجيم التطلعات العمالية والتطلعات الفئوية من أن تسبب أي إزعاج للنظام. فدور النقابات معروف أنها النقابة للجميع، لكل حزب، والنقابة للجميع لخدمة عضويتها بشكل واضح وتحقيق طموحاتهم وترقية المهنة. نعم.